بالحديث عن الاتحاد الأوروبي ومواقفه التي بدت مؤشراتها مبكرة للإعلان عن تمسكه باتفاق مي باعتباره اتفاقا مع دولة بريطانيا وليس مع رئيس وزراء بعينه، ماذا يحمل ذلك الإعلان من رسائل إلى رئيس الحزب القادم ومن ثم رئيس الوزراء؟ للتو أصدر مكتب رئيس المفوضية الأوروبية هنا في بروكسل مكتب السيد يونيكر تصريحا صحفيا كان واضح أنه لا مجال لإعادة الاتفاق على مسودة الخروج، لا مجال لإعادة مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الاتفاق أصبح ساريا المفعول ب 30 أكتوبر على البريطانيين أن يعدوا حقائبهم للخروج من الاتحاد الأوروبي. الموضوع أوروبيا قد انتهى بعد جولات ثلاث قادتها تيريزا مي هنا في العاصمة الأوروبية بروكسل. طيب عفوا لي تعليق هنا في المقابل، هناك موقف لبوريس جونسون بإعلانه المبكر أن بريطانيا لن تدفع الفاتورة فاتورة بريكزيت حالة لم يوافق الاتحاد على شروط تناسب بلاده، هل يعني ذلك أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعقيد خلافا أو أكثر مما كانت في نعم في خلافة مي؟ تفضل. يعني سبب نعم استقالة مي يعني من الأسبوع الفائت كانت نتيجة لحالة من الانسداد ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين بريطانيا حول إعادة صياغة اتفاق مشرف لبريطانيا. الأوروبيون أعطوا أكثر من فرصة للبريطانيين لإعادة ترتيب أوضاعهم الداخلية. مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي مسألة بريطانية بامتياز، هي مسألة الشعب البريطاني، هي خيار الشعب هل البريطاني. هل هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل التصويت مع بوريس جونسون بنفس طريقة التعامل مع مي؟ يعني من الواضح أن الاتحاد الأوروبي كان يقدم دائما طوق النجاة لمي، فهل سيتعامل مع هذه الشخصية الخلافية وذلك التحدي المبكر أكيد له بنفس الطريقة؟ أكيد لا. اليوم كان موقف يونيكر واضح جدا أنه لا نقاش حول الخروج، يعني لا نقاش حول مسودة الخروج، لا نقاش حول إعادة ترتيب مسودة الخروج. الموقف الأوروبي أصبح الآن واضحا بشكل واضح أنه على البريطانيين في 30 من أكتوبر يعني بمعنى انتهاء هذا أو بمعنى هذا الطلاق ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. بوريس يعني الأكثر حظا الآن والأوفر حظا في الفوز في الانتخابات في البريطانية على رأس حزب المحافظين ورئاسة الوزراء جونسون. أكثر من تصريح كان هناك له متناقضين. التصريح الأول قال أنه نحن علينا إعادة ترتيب خروجنا من الاتحاد الأوروبي، والمرة الأخرى قال علينا أن نخرج بدون اتفاق. هلا المسألة ليست هنا، المسألة في حال أنه خرجت بريطانيا باتفاق ولا خرجت بريطانيا بدون اتفاق، ما هو الخسائر، ما هو معدل الخسائر الاقتصادية؟ بالنهاية هي معركة اقتصاد، هي معركة مال لا أكثر ولا أقل. يعني الموضوع ليس هو سياسيا بامتياز ولا هو اقتصاديا بامتياز. الموضوع الاقتصادي في حال خرجت بريطانيا بدون اتفاق هناك 9% ستكون خسارة بريطانيا من إجمالي الاقتصاد العام. يعني أنا عم بحكي الآن ب 200 مليار دولار، ب 200 مليار جنيه استرليني. في حال خرجت بريطانيا باتفاق سيكون نسبة الخسارة أو نسبة الركود الاقتصاد لبريطانيا 3%. فالشعب البريطاني والحكومة القادمة هي أمام خيار، إما الخروج باتفاق ولا الخروج بعدم اتفاق. الآن الـ يعني game is over كما يقولوا هنا في بروكسل، الوقت انتهى على بريطانيا أن يعني تختار لنفسها أسلوب مشرف للخروج بدفع فاتورة الخروج. طيب التي تقدر ما بين هنا نتحدث عن مجهودات جونسون.